اثباتات ان في ناس ما كانتش موجوده في ناهيه او كرداسه، وازاي يحكم عليهم 188 حر؟ يعني هم كده بيخرجوهم، يعني مش فاهمين. احنا عايزين نفهم، احنا عايشين في الدوله دي احنا مصريين ولا ايه؟ هي الدوله دي دوله حسني واتباعه ولا يعني؟ احنا عايزين نفهم، يفهمونا هنسكت. بس احنا رسالتنا واضحه ليهم، احنا مكملين، مش هنقعد في بيوتنا ولا هننام الا لما الحق يرجع واخواتنا يرجعوا بيوتهم. نو كومنت. مفيش تحليل، مفيش دوله، مفيش قضاء، مفيش مؤسسات، مفيش يعني دوله. احنا عايشين في غابه، لو يعني لو غابه كمان هيبقى في الناس بتعطف علينا. القضاء بتاعنا خلاص بقى اله بيستخدمها المجلس العسكري او عصابه المرتزقه المكلفه من قبل امريكا واعوانها لبطش الشعب المصري. المفروض ان السيسي فاهم كده ان هو بيهددنا وان هو بيخوفنا او ان احنا نقعد في البيت وما نخرجش. احنا 188 حر اتحكم عليهم النهارده بالاعدام، 188 شخص اتحكم عليهم بالاعدام، اتحولت اوراقهم الى المفتي. احنا لن نسقط ولا نستسلم باذن الله، وان شاء الله خارجين ومكملين لحد اخر واحد فينا. لو اعتقل فينا 100,000 واحد، لو سحل فينا 100,000 واحد، لو اتحاكم علينا كلنا بالاعدام، مش هنستسلم، مش هنرقع تاني لاي حد. لن نرقع غير لله، لن نرقع لاي حد تاني. يا سيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.